مشاهدينا، عودة إلى بلاتو برنامج كوتشينج داي، مرحبا بكم مجددا. كنا نتحدث عن مباريات الجولة الثانية والعشرين، وتوقفنا عند لقاء نادي بارادو والشباب قسنطينة. نتحدث قليلا عن فريق مولودية بجاية، فريق اللاعب أو الحارس طوال، والذي عرف هذا الأسبوع انسحاب المدرب مضوي بعد سلسلة من النتائج سلبية. مدى ما هو سبب يعني الفترة الفراغ الذي دخل فيها الفريق؟ مو مش هنقول لك أنا على المدرب خالد المضوي، مدرب تسمى لاباس به وإنسان خدام، جو بونس أنا ما مشاتلوش في مولودية بجاية توكور، أتمنى له التوفيق إن شاء الله. دوك لكن الفريق يعني مستقر من الناحية المالية، يعني فريق مولودية بجاية، لكن النتائج لم تتبع، ما هو الإشكال؟ مش هنقول لك دوك الإشكال راه في النتائج، فهمني. دوك أغلب ما حبش تمشي لنا، دوك كما قلت أنت الحمد لله سور لو بلون زعما تاع دراهم ولا لي صالير ولا، الحمد لله ما عندناش مشكل حنا لي جوار مع الإدارة، ولا تسمى الإدارة الحمد لله موفرت لنا كل شيء. مي عندنا مشكل تاع النتائج السلبية هذه سيرتو أوتوميسيل، وين عندكم عقدة أنت دوك تشوف هكذا لي سي ماتش الآخرين هذوما لا فاز روتور هذه ماركينا ان سي البيت، والبيت هذاك تسمى ماركاه ان ديفونسور. لا غالب لي جوار جو بونس انا هم يمدوا افون، من لا غالب ما حبش تمشي لنا. ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله نضافروا الجهود ان شاء الله كامل حنا لي جوار مع الاداره مع الستاف تكنيك ان شاء الله باش ان شاء الله نخرجوا الفريق من الوضعيه هذه ان شاء الله. نعم، وانت كنت لعبت مع الحبيب بوغلمونا في نفس الفريق في اتحاد بلعباس، ولحد الان لم نعرف السبب الذي دفعكما لمغادره هذا الفريق. يقال انه انتم سويا تسالوا للفريق حوالي 3 مليار سنتيم، ولحد الان يعني لديكم ديون. هل كانت اسباب غير رياضيه اللي خلتكم تغادروا فريق اتحاد بلعباس حبيب؟ صح، هذه اسباب. هناك شخص كان وراء رحيلكم سير باسكو انت وين ايكيب تكمل لا سيزون تاعها شغل تدي كوب دالجيري، وان بليس نعطيك باغ اكزومبل نعطيك في هذا لا سي نقولوا مسي ار بي وروح مدي يا لي رامي لابور تاع يجي في لو مومون هذا العام اللي فات بالك تعقل هذا لو مومون قالوا لنا سي بوين وما طحناش. شغل تبان بلي عندك شخصيه تاع اونترينر تاع لي جوار، شغل لي جوار نورمالمون ما تسمعش فيهم، وبالك لي جوار يروح ويجي. بصح عندك مدرب كيما سي طاهر في الوزاني وين دار غرون تيفور ليكيب قلعت، كنا داك لو مومون ديزيام قالوا لنا سي بون ولينا لافون ديرني، وكاع هكاك وقعدنا نلعبوا ما لعبناش في الشامبيونه، كان ايكيب وحده اخرى يقول لك هي صاي خلوا كوب دالجيري ونلهاو ما نطيحوش، ومام الشعب تاع بلعباس ولا دوموندي مي كنا شي في الوزاني اما في هذه المجموعه وقاعد يلعب على الشامبيونه، وحققنا الماتيا لافون ديرني ماتش وجبنا كوب دالجيري. دروك من بعدك حنا كنا باغيين نريحوا في بلعباس، كانت عندنا جروب بيان اونترينر بيان، مي باش نقول لك لاسباب رياضيه مش اسباب رياضيه، كانوا اشخاص وين غلطوا الرئيس حسناوي كانوا داونا حضره ما معنا باليش. شابين نقول لك انا واحد من الناس نقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذه عثمان طوال عنده ما يقول في هذه القضيه. ايش نقول لك بلعباس او على بال حبيب ايكيب عزيز علينا، ايش نقول لك واحد ليكيب كبرناه يحبوا ولا يكرهوا، تما ليكيب ولينا نلعبوا لي بروميير رول او بالك طارق ثاني تاو كان معايا ثاني نجيب الغول ثاني نحييه بالمناسبه، شغل ساكريفينا مع ليكيب وانت تكمل العام سي لا بروميير سيزون تاعهم هذه اون ناسيونال طلعوا وجينا حنايا. جينا حنا هذاك العام كلاسينا الكاتريام، وكاتريام كي شغل بارابور ان ايكيب طالع كانوا ديجا كانوا بلعباس كانوا عندهم هذاك مات لاسونسير طلعوا كلاسا، ورحنا الديمي فينال مع السي ار بي وين كنا رايحين نلعبوا في سان جوي بعد صراحه سوبر ايضا ومن بعد العام من موراها ديت بوديوم بلي هذه ليكيب شغل قدمت صاي كانت تلعب على التيتر صاي بدات تلعب على التيتر شغل انت ثاني كبر لوبجيكتيف تاعك دير عفسه مي بصح مشيت كي توصل تدي تيتر تعاود ترجع هذه اللي كنا نهضروا عليها تاع الاحترافيه. واحد ديك شغل مادام يمشي في البطوله ولا في الكاس يكبر لي زوبجيكتيف تاعك، تا دروك كنت تلعب على المانتيان ومن بعد وليت تلعب على البوديوم بعد وليت ديت التيتر صح زيد كبر قول العام الجاي لعب على الشامبيونه، مي راك تشوف هذه الوضعيه والله نتاسفوا عليها. علاش قلت لك صوفيان على تما بلعباس تما شغل الفريق بالك عزيز علينا وكبرنا مع ليكيب هذه والحمد لله دينا تيتر وكلش، اما شغل الناس ما خلتناش نخدموا فهمني،
انت تشوف لي جوار كيما حبيبي خلص يسال كان خالص وقيل اموا العام اللي فات يسال ديما ولا 11 موا انا واحد كنت نسال 8 موا ولا 9 موا فهمني وصبرنا مع ليكيب ودرنا وساكريفينا وكلش فهمني باي يجوا ناس هكذا يغلطوا الحاج حسناوي هل هو لاعب لاعب في الفريق اللي كاين لاعب كاين لاعب كاين لاعب وبينو بين موله هو يعرف روحه وراه كيتا الكلوب تما كاين دو جوار كيتا الكلوب كاين العمارة وكاين الزواري تما واحد فيهم واحد من لي جوار راه كيتا الكلوب وواحد فيهم فهمني كاين واحد من لي دو جوار باسكو كاين غير دو جوار اللي كيتاو بالعباس فهمني الحق وين يرونجسترينا ويدي يدي الهضره تما رونجسترهم هذاك يدينا حنا هضرنا على حقنا بر قال لك ما قال عيب لي هضر على حقه حنا هضرنا على حقنا فهمني دوك انا ساكريفيت نسلوي مو ولا ناف مو ونهضر على حقي تما ولينا حنا ماشي ملاح هذا حقنا هذا ما كان ومن بعد واش يصرا يخلصوا كامل لي جوار حنا ما يخلصوناش قولهم هادو لي جوار هادو ما نضروش لي جوار ما نضروش كنت تقول هو اللي يتحمل انا بالنسبه لي هو يتحمل المسؤوليه انا هادي تاع انا مسؤول رئيس ولا 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 فيس بريزيدون ولا نسمع واش يقول لي ولا واش يجيب لي نتبع كاين مشوار لهذا مش عده مرات تكلمناها ما كانش فرق هنا في الجزائر اللي تدير مشوار على المدى البعيد صح. انا اللي ندير مشوار على المدى البعيد نشوف كلش اللي يروح اللي يجي كيفاش ندير معاه انتم مهما كان الديون تاعكم تدوها حبي يقول الفريق رغم هذا يقعد ثاني في الديون بالنسبه طارق اسمح لي كلام كويس كبير بصح مام كاين مسؤوليتين تاع المسؤولين هذوما واش انا نقول دوك انا مسؤول انا ما نسمعش الجوار انا اللوم غير المسؤول احنا القاضي يسمع من زوج راح ما قالش طارق القاضي يقول لك يسمع من زوج ما يسمعش من واحد يعطيك الصحه يعطيك الصحه دوك ولا الجوار هذا ولا هو يديسيدي فهمني قال خويا ارواح انا راك معايا هكذا 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 واش كاين واش درت لك واش نصفي معاك ماشي نشوف اللاعب واش قال لي روح نحكم نحي اللاعب اللي هضر ولا لا طارق شوف نعطيك اكزومبل احنا كنا دي كادر في ليكيب عاودوا بالله كلمتنا انا بن عبد الرحمن بوغل مونا بن كوري تصفين الحيو بالمناسبه فهمني تما كانت عندنا كلمه في الفريق فهمني بصح ما نلحقوش وين باش نديسيديو ما كناش يجي زعما يشاورك يقول لك حنا لحقنا ولا حنا كنا نشرو الماء في سيونس دونطريمون حنا نشرو الماء حنا زعما هضرنا لي بالون الى يومنا هذا فارس بن عبد الرحمن والله ما خلص راه 30 مليون هو اللي دروك لي بالون شرا مليون ونص الواحد رحنا انا وياه جبنا البالونات جبنا 20 بالون في بين نخدموا حنا لونتوراج تاعنا كنا ريسبونسابل على هاد المسؤولين على هاد المسؤولين اللي كانوا في الكلوب حنا كنا ريسبونسابل عليهم كاين مسؤولين دوكنا خلاص يا خي رحنا بالعباس وليكيب دوك الغالب ليكيب يتخلص كاين دي جون ما نعرفهمش بالعباس انا طلعت من بالعباس دوزيام ديفيزيون 1 مع الدها مع محمد غانم عوامري عبدات جديات مكحوت انا طلعت معاهم ولعبنا العام اللي موراها لعبنا لحقنا ثاني دومي فينال العام الاول دومي فينال دوزيام اني ثاني دومي فينال ما كانش هكذا كنا مع السيد جلالي بن سناد الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع وفعيلو يهضروا عليه ما كانش هكذا ليكيب تاعك فهمني ما كان ليكيب ما كانش هكذا جامي كانوا يخصونا دراهم ولا لي بريم ولا لي سالير ولا زعما هادو الحوايج الصغار زعما الماء ولا البالونات ولا لي سيرفات لي شوكينغ حنا هاو يحكي لك الحبيب والله غير انا ودي فوا الحبيب بون يسكن في غليزان طون سون طون يكون يبات معنا هنا في ارجي نروحوا حنا كنا نروحوا عند تما باش ما نديروش الاشهار وكلش نروحوا عند اللي يبيع لنا ليكيبمون حنا نجيبوا ليكيبمون ونحطوهم في الطونوبيلات ونطلعوهم من بالعباس دي فوا حنا تيتندوهم باش نفوكيوهم علاش نقول لك كنا ريسبونسابل على ليكيب والله غير بالك كنا نبكوا على ليكيب اكثر من المسؤولين تاعهم فهمني كما قال لك الحبيب الريسبونسابيلتي اللي كانت عندك علاش حنا كان عندنا اوبجيكتيف حنا كان عندنا اوبجيكتيف سيرت انا خالص على ليكيب حتى ابو زيدان يقال انه كان عنده مشكل مع حسن حمار عندما لعبت لابي فقس طيف هل صحيح؟ لا ماشي مع حسن حمار بالك المعلومات خاطئه انا المشكل تاعي كان عندي مع خير الدين مضوي مع المدرب صراحه حسن حمار ما عندي حتى مشكل معاه شغل دائما كان مقادرني ودائما عطاني الحق تاعي مشكل كما قلت لك كان مع المدرب تاعي ومن ما عطانيش مشي الفرصه كي كان يعطيني الفرصه كنت نبرهن باللي عندي المكانه تاعي في التشكيله تاع الوفاق ومن بعد ما يخلينيش في نكمل نزيد نبين يعطيني فرصه في 4 شهور ولا
ولو ماتش اللي نلعبه ندير ان بون ماتش ومن بعد يعاود يقلعني ويرد لي جوار اللي كان قريب ليهم ولا فهمتني وانا كنت جون فهمتني وان جون لازم له لازم لا كونفيونس لازم له لي ماتش في رجليه باش يبين قدره تاعه الحمد لله انا المكانه تاعي خليتها نقيه في الصيف ومع حمار ما عندي حتى اشكال يسلط الضوء على احد المهاجمين في البطوله في رصيده 7 اهداف هو منافس ديالك شحال عندك من هدف الحبيب 6 عندك 6 سيدي هي 7 اهداف مع ابناء سوستارا لنتابع حوار الاسبوع notre but quoi nous tous vu que j'étais aussi suspendu j'ai raté 2 matchs donc là quand même ça s'est passé donc je vais me relancer afin qu'on puisse gagner le championnat. Non, le style de jeu quoi parce qu'ici en Algérie ça joue vite par rapport à la Tunisie bon, c'est ça la différence quoi. Non, ça ne m'a pas affecté. Bon, le plaisir pour moi, c'est que quand j'étais arrivé, j'étais vraiment bien accueilli par mes coéquipiers. C'est pour cela que j'ai trouvé tout facilement. Bon, mon objectif personnel, c'est de finir buteur de cette saison. Mais vu les blessures, les suspensions, tout ça, ça m'a un peu ralenti. Mais rien n'est encore fini. Il reste encore des matchs. Je vais me donner un fond afin d'augmenter un peu ma cote. Oh, beaucoup de gens m'ont dit ça, donc oui, c'est l'objectif de tout un joueur d'aller en Europe. Mais il y a encore du boulot à travailler donc, pour arriver là-bas. Donc, c'est ça. Non, on ne doit pas gérer, on doit gagner tous les matchs parce qu'on a aussi des adversaires derrière nous. Et quand on va perdre peut-être 2 matchs, ça va être difficile. Donc on doit gagner tous les matchs. Reste que notre champion. Oui. Tous les matchs sont difficiles, depuis le début jusqu'à maintenant, tout est difficile. Donc on doit seulement être concentré, fort, afin de garder notre position. Pour moi, vraiment, ce n'était pas facile, parce que j'étais déjà avoir appelé en équipe nationale, mais vu qu'il y avait déjà des cadres qui jouent en Europe, donc pour moi, j'étais encore un enfant, quoi. Mais là, maintenant, j'ai repris les choses en main, donc je me donne à fond afin d'augmenter aussi la cote de mon pays. Bon, un mot pour les supporters sont toujours là avec nous depuis le début jusqu'à maintenant, même s'il y a des moments difficiles, mais ils sont toujours là, donc on leur dit souvent merci. إذا تابعنا حوار برنس إبارة مع زير تي في. الحبيب هو مهاجم لديه بنية مورفولوجية ورأس حربة نفس المنصب كيما أنت. ما رأيك في إمكانية هذا اللاعب؟ صح أنا شفته بليزيور فوا مي جوار تيب جوار افونسونت وين يعرف البلاصه روحه وعنده ان بون غاباري باش تريوسي في فريق وتكون تا جاي اترونجي ما تهدرش لا لونغ تاع ليكيب سي ديفيسيل رانا شلنا دي جوار دي افريكان يجيو يلعبوا معاك سي ديفيسيل لازم له يونشيني لي ماتش باش مي هو بدا بدايه مليحه ان شاء الله نتمنوا له التوفيق ان شاء الله معاه. طارق هو كان غائب يعني لمده لمباراتين نظن هو عاد امس بالموازات مع لقاء امليلا وعاد في وقت حساس يعني هدفه سيكون مساعده فريقه على تحقيق اللقب وانهاء الموسم بقوه. هو بدا بدايه يعني قويه يعني سجل عده اهداف ولكن الشيء المتغير الان بالنسبه للاتحاد انه طريقه الاتحاد تغيرت. في الاول في المباراه اللي كان يلعب هو كاساسي كانت الكرات لو تتذكر سفيان دائما على الاطراف. الان فيه غياب تاع بالموسى اللي ماشي يعني ماشي يلعب كاساسي ماشي يقدم الكرات مفتاح اللي ماشي تواجد يعني في عده مباريات نفس الشيء ولما يكون لا مورفولوجي تاع هذا اللاعب هذا واش تطلب يعني ماشي من اللاعبين اللي يستقبل الكره ويضل المدافع ويراوغ لاكسيليراسيون تاع 30 40 متر يستنى كل الكرات العاليه وشفناها يعني في اللقطه اللي وليتها امام العين المليله تمكن انه يصارع مع الحارس المرمى اللي يستعمل يديه
وكان الاحتكاك بينه وبين الحارس النورمال. يعني الكرات العالية عنده قوة مليحة في الأرض نوعا ما شوية. الإصابات اللي أثرت عليه في الآونة الأخيرة نفس الشيء، يعني ما عطاتلوش فرص كثيرة أنه يلعب عدة مباريات، ولكن لازم الاتحاد يلعب على طريقة اللي تمكن أنه إبارة يسجل ويلعب بنفس الطريقة اللي يلعب بها هذه المباريات الأخيرة. أنا نظن إبارة ما يقدرش يسجل أهداف لأنه كل لقطات فردية. صح. لهذا نمر لفقرة أحسن تصدي في الأسبوع، واخترنا حارس مرمى نادي بارادو لكن بعد الجينكل. هو في الحقيقة أسوأ تصدي طوال، هو من سيعلق على لقطة حارس نادي بارادو موساوي الذي كاد يتسبب في تلقي شباكه لهدف. أعطينا صور مع المخرج بلال. ها هي اللقطة، مساوي في رده للكرة. هل الأرضية الميدان هي السبب طوال؟ هي تقدر باسكو طارطون يقدر يدير روبون باسكو في هذوك لي كران هذوك الكحولة هذوك لاغوم. لاغوم هذوك. ها شوف هنايا درت له روبون. جو بونس انا صاري يقدر نيمبورت كيل غارديان يقدر. لكن بعدها طوال الثقة تاعو يعني تهزت إن صح القول، وكاد أيضا هنا يفقد الكرة يعني. لا بالك أنا وش أقول لك، بالك صبت الشتاء ولا يكون البانون بالك شويه مشمخ ولا هو يضحك طار. لا توفيق موساوي سابون غير ماشي زعما واحد على العم عايف هذه اللقطة كيما هذه. صحيح إنه أرضية الميدان يقدر يدير الروب، ولكن بلك تأثر ملاكسون اللي من قبل. لا طريقة يعني باش تضرب الكرة لو ضربها يعني بداخل الرجل كانت أحسن. بالبلا دو بي أنا ضربها بالبلا دو بي ما ريسكيش. ما يضربهاش يعني بلا إكستيريور، ماشي بالإكستيريور يعني برجل كاملة. الحمد لله ربي يستر باش يصيريها خير. هنا بلك تأثر ملاكسون الأولاني. دوك أنا زعما حبيت نجيستيفي باش نكوفر عليها باسكو عباك تفورما معايا في النات justement c'est par rapport à la formation par rapport à la formation يعني des erreurs كيما هادو اخطاء مثل هادي من المفروض انها ما تكونش، ولكن تقدر تسالو. انا متاكد المره الجايه تجيه في كره مثل هادي ياسيريها اكثر منه يحوس على القوه. طارق ماشي زعما نقول لك زعما لا فورماسيون تاعنا زعما 100% مليحه ولا انا واحد لحقت بالتيران توف لحقت فهمني. احنا ما كنا بلا ميطو تاع بكري غارديان ما يلعبش برجل فهمني بالك تيف تيف بلا والله تيري بالبوينت سيرتو في تيران تاع توف. واش نقول لك بالك هنا لاكسون الاولى مي سي فريمون ساوي جو بونس كو راهو صالح ان بون غارديان ولا حاسه معروف باللي بالوبي كحارس مرمى عنده لي كاليتي باش يلعب برجليه. وزيد نادي بارادو يحتاج حارس مرمى يكون يعرف يلعب برجليه باسكو يلعبوا بالاستحواذ على الكره. هنا نظن البريسينغ ثاني تاع المهاجم اللي وقيل ما شافاش في التصويره اثر عليه شويه وارضيه الميدان ثاني كانت قادره تكلفها. صح ربي يستر كما قلت. نمر لفقره ما نسيناكمش وذلك من اعداد الزميل وليد رايسي والذي اختار لنا اللاعب السابق لاتحاد العاصمة حمدود. مرحبا فرصة. السلام عليكم. فوالا حمدود واش راه يدير في فرنسا اكتويلمون كيما قلتها لا دانيير فوا شوي دون كونسيتون دون اون شين بريفي دونك سي اون ميسيون دو سبور. الحمد لله دو مومون كو ريحت في الدومين هذا تاع لو سبور تاع الفوتبول دونك سي بلوز امبورطون. وعلاش راحت كيما قلتها ونعاودها مكتوب ربي دانا دونك فوالا الحمد لله المكتوب جابنا لهنا الحمد لله. جو بونس كو كيما على بالكم وعلى كاع الناس اللي تتبع الفوتبول كاع على بالهم نكسة تاع الاتحاد هذا العام اللي هي جو بونس كو سي لا شامبيونز ليغ سي لا كوب دافريك لو بوين نوار اللي يسمى تاع هذا العام هذا هو اللي ما قدرناش نروحوا بعيد في تشامبيون في كاس افريقيا. سكي كونسيرن المشوار تاعهم هذا العام في البطوله نظن اون بو دير كو لو ريزولطا تاع لوسما هذا العام في البطوله سي
كما نقول لك سي دي ريزولطا تاع ان شامبيون والحمد لله رانا نشوفوهم ران برومي 7 بوين جو بونس كاين ان افونتاج تاع 80% ولو انا ما نحبش نهضر بالبورسونتاج كاين كيما يقول لك ان بورسونتاج تاع 80% باش اجمل ذكرى هي الصعود تاعنا صعود الاتحاد للبريمير ديفيزيون وين عاودنا ولينا رجعنا الاتحاد المكانه تاعو كي نقول رجعنا سي تو لو موند سيبورتور ديليجون جوار كاع ساهمنا والحمد لله لو ريزولطا اي لا لو سما لي توجور كيما يقول لك الجولي بوديوم. أسوأ ذكرى الماتش تاع الحراش اللي خسرناه الماتش تاع الحراش سي ان ماتش دو شامبيونا وين يافي دو جروب تكلاسينا احنا في الجروب تاعنا البرومي والحراش تكلاسوا البرومي في الجروب تاعهم مالوريزمون لا فينال لعبناها مع الحراش وين كنا رابحين 2-0 دوزيام ايطون الماتش تقلب ربحونا 3-2 دونك جو ديري هذاك هو البونوار اللي اخر كلمه نقول لكم يا خويا بارك الله فيكم اللي تفكرتونا ونوجه تحيه ليكم وليد وكل الطاقم ديالكم وما ننساش طارق وناصر اللي راهم معاك كيما يقول لك نسلم عليهم وان شاء الله بيانتو ان شاء الله. كان حوار حمدود ومن اعداد وليد الرئيسي يحييك حمدود طارق عندك ذكريات معها كثيرة طبيعة الحال انا كزملاء يعني كنا في الفريق الوطني للاواسط وكملنا كيف كيف يعني نباتوا في غرفة واحدة كيف كيف انا ثاني نحييه يعني الاونة الاخيرة لما ذهبت يعني كنت رحت تنقلت لفرنسا نفس الشيء يعني تلاقيت معاه تلاقيت مع ولاده نسلم عليهم كامل تحياتي ليه يعني راهو مازالوا شاد لافورم ديالو مازالوا يعني يسدد كي العاده وامام يلعب في الصاله ما يراطيش يعني. اذا بفقره ما نسيناكمش وصلنا الى ختام برنامج كوتشينغ داي لهذا الاسبوع. الشكر موصول الى كل من ساهم في اعداده الشكر للضيوف نبدا بالحبيب يقول لنا شكرا جزيلا. شكركم علي ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم وفوتنا وقت جميل وصافي بليزير وين تلاقينا بكم تلاقينا مع طارق تلاقينا مع عثمان ابو زيدان ان شاء الله ما تكونش هذه الاخيره ان شاء الله بالتوفيق. ايضا نشكر ايضا عثمان طوال حارس مرمى مولوديه بجاي شكرا جزيلا. الله يعيشك خويا وممتوما نشكركم على الدعوه هذه وكما قلت لك ان شاء الله ماشي الاخره كما قال الحبيب ان شاء الله اكثر تاع لي غارديان اليوم مساوي صالحي لا كونتي بروتيجي اصحابنا لا كونتي شو ما طارق. شكرا ايضا جمال ابو زيدان مدافع جمعيه عمليه لا شكرا جزيلا. الله يسلمك خويا ونشكرك على هذه الدعوه وستي ان بليزير نكون معكم اليوم في البلاطو وباش نختمها في الاخير نحيي الام تاعي العزيزه وربي يحفظك ربي يخليك. نحييها ايضا طارق غول نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله سفيان بالتوفيق للاعبين تاعنا ليهم والفرق تاعهم ان شاء الله. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه ابقوا اوفياء لبرنامج دير تي في والى اللقاء.